أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، ورق السماء بنعاله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. البيت بشر زمزما وحطيما، فرحا وهز جداره تعظيما، ظلمات ليل الجهل شق ستارها، أحجار أصنام هوت تحطيما، وأذان فجر مزق الصمت التي وأذان فجر مزق الصمت الذي لف البطاح مسقما وسقيما، بطحاء مكة أزهرت تلعاتها ترقب طهرا سيدا وكريما، حدث أطل على الدنا بمهابة، فاهتزت الدنيا له تكريما، قد جاء من رحم السماء محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. لمع البرق وليل الظلم بالنور تبدد. هذه قصائد كتبتها قبل ما يقارب يعني 13 سنة في سوريا بجوار مولاتنا زينب سلام الله عليها. لمع البرق وليل الظلم بالنور تبدد، غيهب الجهل الذي في أفق نجد قد
تلبد قد طوته كف شمس من بطون الفجر تولد هبلون واللات والعزى لها التحطيم مرصد وخبت نيران وكسرى برياح الحق تخمد أشرق الكون ضياء غمر الدنيا بلا حد ما الذي حول صحراها إلى روض تورد إنه سر على مكة هذا الحين يشهد يا سماء اسجدي وارمي على مكة فرقا فلقد أشرقت الأكوان من نور محمد إن كان للعذراء نور واحد يعني منه يعني مريم عليها السلام إن كان لها نور واحد وهو من وهو عيسى عليه السلام هذه هدية لك أبو بتول إن كان للعذراء نور واحد فلفاطم من نورها كم واحد 11 إن كان يوشع رد الشمس مغيبه فالشمس قد سجدت لحيدر إذ أمار إن كان موسى شق بحرا بالعصا فمحمد بالأصبع شق القمر قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ومنيف خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لفكاك قيد الأسرى والمعتقلين وشفاء المرضى والجرحى ورجوع المغتربين ولرفع هذه الغمة عن هذه الأمة ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على أسعد الله أيامنا وأيامكم بمثل هذه الليالي المباركة العظيمة ليلة المبعث النبوي الشريف والتي أيضا يحتفل بها المؤمنون بعنوان الإسراء والمعراج
وتكلم غير واحد من المحققين عن إمكان إحياء المناسبتين معا في نفس هذه الليلة، إذ أنه من حيث المبدأ لا يضر ذلك أبدا. لأن الآن على الواتساب يعني حملة شرسة جدا على أنه احتفل هذه الليلة فقط بعنوان ليلة المبعث، ما الضرر في أن نعنونها أيضا بالعنوان الآخر، خصوصا أن بعض المحققين أيضا قالوا لا ضير في ذلك، ولربما صادفت نفس المناسبتين نفس الليلة في سنتين مختلفتين. هذه الليلة ليلة المبعث النبوي الشريف، وليلة الإسراء والمعراج، ترتبطان بشخصية هي أعظم شخصية في عالم الإمكان، أعظم مخلوق خلقه الله عز وجل هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. لا أعظم من صاحب الخلق العظيم، ومن أهم مقامات الرسول صلى الله عليه وآله، بل هو لب مقاماته، هو نزول القرآن عليه. من هذا المنطلق نريد أن نتحدث عن مراتب الاختلاف ومراتب التفاوت بين شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وشخصيات الأنبياء من خلال مراتب التفاوت بين القرآن الكريم وبين ماذا؟ وبين باقي الكتب السماوية. التفت جيدا، هذا موضوع مهم للغاية جدا، ويفتح أذهاننا وقلوبنا وعقولنا على آفاق معرفية ترتبط بالقرآن الكريم وترتبط بشخصية الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. تعالوا نبدأ بشكل مختصر وسريع جدا، نسلط الضوء على كلمة مهمة جدا في هذه الآية: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ما معنى تبيانا؟ المحققون في كلمات ومفردات القرآن الكريم يفرقون وبدقة بالغة بين كلمة البيان وبين كلمة المبين وبين كلمة التبيان. القرآن الكريم وصفه الله عز وجل بأوصاف متعددة، القرآن الكريم له أوصاف متعددة: حكيم، كريم، نور، هدى. من ضمن أوصاف القرآن الكريم ماذا؟ المبين والبيان والتبيان، كلها من مادة واحدة. ولكن شنو الفرق بين البيان والتبيان؟ إذا كان البيان معناه الوضوح أو الإيضاح أو الإظهار أو الإبراز الكشف، فإن التبيان التي هي صيغة مبالغة، تبيان صيغة مبالغة، فهي تعني تمامية الانكشاف، كمال الظهور ونهائية الوضوح. بعبارة أخرى، البيان هو الواضح، لكن التبيان هو الواضح في نفسه والموضح لماذا؟ لغيره. مثل هذا النور الحسي الآن، هذا الضوء الحسي الذي أمامنا له حيثيتان من الوجود. الحيثية الأولى أنه ماذا؟ يظهر الأشياء، يوضح الأشياء. كيف ترى الأشياء أنت من حولك؟ وفق خصائص الرؤية البصرية الفيزيائية
من أهم شرائط تحقق الرؤية البصرية هي شنو؟ هي أن تكون الأشياء التي تريد أن تراها تحت محط الضوء. هذا من شرائط تحقق الرؤية البصرية فيزيائيا، أن تكون بينك وبين المرئي مسافة، أن يكون المرئي في جهة أو في مقابل الجهة، أن يكون المرئي ماذا؟ تحت تسلط الضوء، أنت ترى الأشياء بحيثية النور، الحيثية الأولى. الحيثية الثانية أن النور مع أنه يبرز الأشياء ويظهرها إلا أنه هو في نفسه ماذا؟ ظاهر، لأن لا معنى لأن يكون يظهر لكنه ماذا؟ غير ظاهر. هذا مثل الماء، ألست تقول أن الماء مطهرون؟ إذن هو في الرتبة الأولى ماذا؟ طاهر. يعني لا معنى لأن يكون مطهر لكنه ليس طاهر. فقل الشيء لا يعطي. إذن القرآن معنى أنه تبيان، أنه يظهر الحقائق، هو واضح في نفسه وفي ذاته أنه من الله عز وجل، أنه معجز، أنه كلام الخالق، وأنه فوق كلام المخلوقين، وأن له وجوه إعجاز متعددة، ولكنه أيضا ماذا؟ تبيان للأشياء، تبيان للحقائق. التفت هنا السؤال، القرآن تبيان لكل شيء، شنو معنى تبيان لكل شيء؟ تبيان لكل شيء بأي معنى؟ ما هي حدود دائرة كل شيء؟ القرآن يبين كل شيء، يعني ماذا يبين كل شيء؟ يبين كل العلوم أو بعض العلوم. هنا ثلاث نظريات. النظرية الأولى قالت إن معنى القرآن تبيان لكل شيء أنه تبيان فقط للعلوم الدينية، لا دخل له بالعلوم شنو؟ البشرية. أصحاب النظرية الأولى يقسمون العلوم إلى قسمين، عندنا علوم تسمى بالعلوم البشرية، تلك التي ترتبط بماذا؟ بحضارة الإنسان، العلوم التي تساعد قيام الحضارة على النشوء والتطور والصعود والتجدر والتوسع والبقاء، مثل علم الفيزياء والكيمياء والطب والرياضيات والهندسة وإلى آخر ذلك من علوم البشرية. وعندنا علوم أخرى تسمى بماذا؟ العلوم الإلهية الدينية، اللي وظيفتها ماذا؟ إبراز وتبيين العلاقة بين الإنسان وبين الله، وبين الإنسان وبين أخيه الإنسان في ضوء القرآن، في ضوء الشريعة الإلهية، وبين الإنسان وبين ماذا؟ وبين الطبيعة من حوله ومصيره. أصحاب النظرية الأولى يقولون لا دخل للقرآن في العلوم البشرية، القرآن تبيان لكل شيء فقط في أي حق؟ العلوم الدينية، كتاب تربية، كتاب أخلاق، كتاب تشريع، كتاب ما لي دخل بالعلوم البشرية، كيمياء وفيزياء ورياضيات وأحياء وطب، ما لي دخل بذلك. أصحاب النظرية الأولى تتلخص نظريتهم في هاتين النقطتين. النقطة الأولى أن القرآن لا دخل له في العلوم البشرية، هو فقط متخصص في العلوم الدينية. والثانية، النقطة الثانية أنه حتى في العلوم الدينية، حتى في العلوم الدينية ما يبين كل شيء. هل القرآن يبين لنا كم عدد ركعات الصلاة؟ كم عدد أشواط الحج؟ طواف؟ ما هي المفطرات؟ لا يبين. إذن هم يقولون القرآن أولا تبيان فقط للعلوم الدينية، ثانيا حتى العلوم الدينية لا يبينها على نحو التفصيلات وعلى نحو ماذا؟ الجزئيات، وإنما يبينها فقط على نحو ماذا؟ الكليات العامة، الخطوط العريضة. إلا أن هذه النظرية لا نقبلها. لماذا؟ لأنها
تصطدم مع نص الآية. الآية نفسها ماذا تقول؟ تبيانا لكل شيء. هي كل شيء جملة كل شيء مقيدة لو مطلقة. ها؟ يعني هل قالت الآية تبيانا لكل شيء في العلوم الدينية؟ لا، لم تقيد الآية. وما دام لم تقيد لا بد وفق القواعد التفسيرية أن تحمل هذه الجملة على نحو ماذا؟ الإطلاق. مو من حقنا نقيد وما عندنا ماذا؟ وما عندنا دليل وما عندنا قرينة. أنت الحين في العرف لما تبعث واحد وتقول له اذهب إلى المخزن وأتني بكل شيء، ويأتيك من المخزن بالتمر مثلا فقط، والمخزن فيه تمر وزبيب وزيتون وزيت وطحين وإلى آخره، ماذا تقول له؟ أنا قايل لك جيب شنو؟ كل شيء. لو قال لك واعتذر وقال أنا فهمت من كل شيء يعني بعض الأشياء، شنو تقول له؟ أنت لا تفهم اللغة العربية؟ إذن إشكالنا على أصحاب النظرية الأولى هذا الإشكال، هذا الإشكال أنه تقييد للآية. من أين قيدتم الإطلاق في الآية ولا يوجد قرينة داخلية ولا خارجية ولا مقالية ولا مقامية ولا سياقية ولا لفظية ولا معنوية تبين لنا أن المقصود بكل شيء هو بعض الأشياء والعلوم الدينية فقط؟ علمياً موضوعياً لا نقبل النظرية الأولى. النظرية الثانية قالت نحن نتفق مع أصحاب النظرية الأولى في جهة ونختلف معهم في جهة ثانية. نتفق مع أصحاب النظرية الأولى، هم يقولون أصحاب النظرية الثانية يقولون نتفق مع أصحاب النظرية الأولى في أن القرآن تبيان لكل شيء فقط. في وين؟ في العلوم وين؟ دينية. من يدخل بالعلوم البشرية؟ القرآن مو كتاب جغرافيا ولا كتاب اقتصاد ولا كتاب فيزياء وكيمياء ورياضيات وهندسة وتفاضل وتكامل وما شابه ذلك. هم يقولون كذا. وين تختلفون معهم؟ قالوا نختلف معهم في قولهم أن القرآن يبين الكليات فقط، ما يبين تفصيلات. لا، القرآن يبين حتى التفصيلات في الأمور الدينية. كيف يعني؟ كيف يبين التفصيلات؟ أليس القرآن الكريم يقول لنا أقيموا الصلاة لكنه لا يقول لنا كم عدد ركعات الصلاة؟ يقول لنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكنه لا يقول لنا ماذا؟ تفاصيل الحج. كيف تقولون؟ قالوا نقول لكم إن القرآن يفسر، إن القرآن يأمرنا بالإجماليات بشكل مباشر ويبين لنا التفصيلات بشكل غير مباشر. كيف يعني؟ قالوا القرآن يقول لنا أقيم الصلاة. نقول للقرآن كيف نقيم الصلاة؟ يقول لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل القرآن، الذكر عن القرآن، يعني أن القرآن يقول لنا صلوا. نقول له كيف نصلي؟ يقول لنا ماذا؟ يحيلنا القرآن على وجود خارجي تكويني يسمى بالقرآن الناطق وهم محمد وآل محمد. فنسألهم فيفصلون لنا، فيكون القرآن قد فصل لنا الكليات بنحو مباشر لكن التفصيلات بنحو شنو؟ غير مباشر. عن طريق من؟ ساعدوني الله حتى شفتوا يا إلو. لا، أهل البيت عليهم السلام. تمام؟ زين. هذه النظرية أعزائي ليست صحيحة أيضا. صحيح أن أهل البيت يفصلون لنا ويفسرون لنا القرآن، لكن لا يعني ذلك أن القرآن يوجد فقط فيه الإجماليات ما يوجد فيه التفصيلات. التفت،
نقول هذه النظرية الثانية نفس الإشكال اللي وقع فيه أصحاب النظرية الأولى وقع فيه أصحاب النظرية الثانية. من أين تقيدون أولا من أين تقيدون أن القرآن فقط تفصيل وتبيين وتبيان فقط للعلوم الدينية ما بين العلوم الأخرى؟ الآية مطلقة كما قلنا. هذا واحد. ثانيا نفس الأئمة عليهم السلام قالوا كالإمام الصادق عليه السلام أننا نعلم كل شيء وتفاصيل كل شيء ومرجعيتنا في التفاصيل وين؟ القرآن نفسه. دخل جماعة على الإمام الصادق عليه السلام فقال لهم إني والله من الرواية إني والله لا أعلم كل شيء ما في الدنيا وما في الآخرة ما في الجنة وما في النار ما كان وما هو كائن وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم سكت هنيئة فرأى أن قوله كلامه قد عظم على سامعي. شو يعرف كل شيء الإيمان يعني في الجنة وفي النار وفي الدنيا وفي الآخرة وما صار واللي يصير واللي بيصير. فقال علمت ذلك من كتاب الله. أليس الله عز وجل يقول ونزلنا عليك القرآن أو الكتاب تبيانا لكل شيء؟ إذن هذه النظرية أيضا غير مقبولة. تعالوا معي النظرية التي تنتمي إلى فكر أهل البيت سلام الله عليهم، وهي أن القرآن تبيان لكل شيء بمعنى الإطلاق الشمولي، أنه تبيان للعلوم الدينية على نحو التفصيلات وعلى نحو الكليات والجزئيات أيضا. أن القرآن تبيان لكل شيء بالإجمال بالقواعد وبماذا؟ وبالتفاصيل. ففي القرآن عدد أشواط الحج، وفي القرآن عدد ركعات الصلاة، وفي القرآن تفاصيل الخمس وتفاصيل الزكاة وتفاصيل الجهاد، تفاصيل الشريعة بأدق أحكامها موجودة في القرآن الكريم. بعد أزيد أصحاب النظرية الثالثة يقولون أزيد بل وفي القرآن الكريم حتى العلوم البشرية. من تنزل هم يقولون من تنزل ونقول أن القرآن فقط فيه إشارات علمية ها ككروية الأرض وكقانون الزوجية وكالثقوب السوداء وتمدد المجرات وما شابه ذلك. لا لا القرآن مو فيه إشارة علمية، فيه علم الفيزياء بالتفاصيل، علم الكيمياء، علم الأحياء، علم الاقتصاد، علم الجيولوجيا، علم الأجنة، علم الوراثة، علم الجينات، كل شيء موجود في القرآن. تستغرب تقول كيف لا نجد شيء في القرآن؟ وينه؟ إحنا عدد أشواط الحج ما نشوف في القرآن، تفاصيل دينية مع مو تفاصيل علوم بشرية، كيف تقول ذلك؟ قالوا نقول. ما هو الدليل؟ الدليل الأول، الدليل الأول أولاً إطلاق الآية. الآية مطلقة تبياناً لكل شيء بدون شنو؟ بدون تحديد. ثانياً ما بيّنه عدل القرآن، وعلى سبيل المثال أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله علي مع القرآن والقرآن مع علي، ألم يكن يجيب على كل سؤال حتى لو كان ذلك السؤال ماذا؟ سؤال بشري، سؤال حضاري. كان يقول سلوني قبل أن تفقدوني، ما كان يجاوب على كل الأسئلة. أحيانا لو أقول لكم الجلسة مفتوحة تفضلوا، ويقول لي واحد يقول لي سين تكعيب في صاد تربيع، شنو أقول له؟ ها أقول له أنا مو مدرس رياضيات، تسأل المتخصص، أنا ما أعرف هذه المسائل هذه. أنا حتى في الدين حفظت شيئا وغابت عنك أشياء.
أما أمير المؤمنين لما يقول سلوني قبل أن تفقدوني يقوم له واحد ويسأل عن ماذا؟ سؤال فيزيائي كيميائي رياضيات، ما يقول له هذا متخصصي، يجيبه لما يجيبه. هم بس إحنا نقول حتى المستشرقين اللي اطلعوا على تاريخ علي عليه السلام الذي هو معجزة محمد، علي لو لم يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله بمعجزة إلا علي لكفى. صلوا على محمد. علي وما أدراك ما علي، أنا أديب الله وعلي أديبي. ما عرضت عليه مسألة إلا وأجاب من فوره بدون تردد، ولا مرة قال حاصلني خلنا عاد شوي يعني أفكر في المسألة أقلبها يمين يسار. ينتهي السائل بآخر حرف من سؤاله، يبدأ علي بأول حرف من جوابه. حتى استعجب الخليفة الثاني وقال يا علي ما عرضت عليك مسألة إلا وأجبت من فورك، ولا مرة قلت يعني حارس خلنا أفكر شوي. فرفع يده وقال كم هذه؟ كم؟ فقال خمسة. قال هكذا المسائل بالنسبة لي. بالله عليك يلا شغل ذهنك عن يعني. يدخل ثلاثة رجال على علي عليه السلام، وهو من؟ وهو صنيع رسول الله، وهو صنيع القرآن الأكمل. ثلاثة رجال مختصمون في 17 جملا، عندهم 17 جمل. واحد يقول شنو؟ أنا لي منها النص. واحد يقول أنا لي منها الثلث. واحد يقول أنا لي منها التسع. يعني بعبارة أخرى، واحد يقول قسمة اثنين، واحد يقول قسمة ثلاثة، واحد يقول شنو؟ قسمة تسعة. وعلى كل القسمات وش يصير؟ كسر، كسور. ما يصير 17 قسمة 2 ولا 17 قسمة 3 ولا 17 قسمة 9. وشو يتقاسمون الحين هذه؟ واحد بالنص، واحد بالثلث، واحد بالتسع. كيف يتقاسمون؟ ما قال مهلون يوم يومين ثلاثة خلوني أشوف. قال مباشرة أتقبلون أن أضيف لها، أن أزيدها جملا واحدا؟ تقبلون أزيدها لو لا؟ قالوا زيارة الخير خيرين، فزادها جملة صارت كم؟ ها؟ 18. قال الأول تعال أنت لك كم؟ قال أنا لي النص. 18 قسمة 2 9، أعطاه 9. بقت كم؟ بقت 9. ثاني تعال كم ليك أنت؟ قال الثلث. 18 قسمة 3 هون مال المدرسة صغار. 18 قسمة 3 كان انت ها اي الحين ايش حلاوة؟ 6. اعطاه 6. كم صار الحين؟ صار 3. قال تعال انت الثالث كم لك؟ قال 9. 18 قسمة 9 2. اعطاه 2. بقى الجمل الاخير الاضافة رد رجع مرة ثانية. الجمل اللي أضافه في البداية رجع مرة ثانية. زين. العلامة الطباطبائي والفيض الكاشاني يقولون القرآن تبيان لكل شيء، لكن مو معناه عالم الرياضيات يروح القرآن ويطلع شنو؟ ها؟ نظريات رياضية. وعالم الفيزياء يروح يطلع نظريات فيزيائية. وعالم الكيمياء. لا، القرآن مشرع لكل وارد. القرآن يبين هذه التفاصيل مو بالعبارة الظاهرية، بالعبارات شنو؟ الباطنية. هي ملفات مشفرة بعبارة أخرى، ما يفتح تلك الملفات إلا الراسخون في العلم، فقط الراسخون في العلم. مو القرآن كما في الرواية له كم؟ له 70 بطنان.
القرآن له 70 باطن. شو يعني 70 باطن؟ يعني أنت شوف آية واحدة لكن المعصوم يرى ماذا؟ يرى خلف الآية كم معنى؟ 70 معنى. في كل معنى يمكن 70 معنى أيضا. في الروايات تقول إلى 70,000 معنى. وهذا ما عبر عنه سيد الشهداء سلام الله عليه. إن كتاب الله على 4 أشياء: على العبارات والإشارات واللطائف والحقائق. فالعبارات للعوام والإشارات للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء. إذن القرآن تبيان لكل شيء. ولهذا إذا خرج الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف يستخرج لنا كل هذه الكنوز المعرفية من القرآن. يقول الإمام الصادق: لو أخبركم، لو أتاكم من يخبركم عن لتعجبتم. مضمون رواية الإمام سلام الله عليه: لتعجبتم. أنتم تقرؤون هالشكل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. أما المعصوم لما يجي يطلع المعارف اللي فيها، لا، معارف عميقة إلى وين؟ إلى بطون متعددة. إذا الإمام يطلع مع من؟ مع ابن عباس، والرواية موجودة حتى في بعض كتب أهل السنة. خرج بي علي عليه السلام من بعد صلاة المغرب والعشاء إلى البقيع فقال لي: اقرأ القرآن. فقلت: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: خلاص كفى. فأخذ يتكلم في معاني الباء ومقتضياتها من المغرب إلى أن قرب الفجر ولم يتعد السين. هذه جهة تفسيرية. تعال معي إلى الجهة العقائدية في الآية: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. القرآن الكريم إذا كان بهذه الشمولية من التبيان، أنه يبين كل شيء، علوم دينية وبشرية، كليات وتفصيلات، زين، شنو معنى ذلك؟ معناه أن حملة القرآن الحقيقيين هم أيضا تبيان شنو؟ لكل شيء. حتى نبين هذا المطلب المهم، القرآن الكريم يشترك مع الكتب السماوية في حيثيات ويختلف معها في حيثيات. يشترك القرآن الكريم مع الكتب السماوية، زين، يختلف طبعا خصوصيات القرآن الكريم: أن لغته جزء من إعجازه، أن لغته جزء من إعجازه. القرآن الكريم يشترك مع الكتب السماوية في 4 أمور لكن يختلف معها في تلك المستويات. يعني عندنا مثلا عالم وعالم يشتركان في العلم، تمام، لكن يختلفون في شنو؟ في المستوى. القرآن يشترك مع الكتب السماوية. الكتب السماوية مثل شنو؟ ها، خلينا نشوف هذين الصغار الحليوين هذين. تعرف أحد الكتب السماوية؟ حبيبي، ها؟ غير القرآن، ها؟ تورات. أنت تعرف كتاب سماوي؟ الإنجيل، ها؟ تورات موسى عليه السلام، إنجيل عيسى عليه السلام، زبور داود، زين، صحف إبراهيم، صحف إدريس، صحف آدم، صحف شيث، زين، وقرآن خاتم الأنبياء محمد. هذه الكتب السماوية تشترك في 4 أمور وتختلف في المستويات. تشترك في الأمر الأول، ها، تشترك في مرتبة التجلي. التجلي كل الكتب السماوية هي ماذا؟ في مشاركة عقبنا أبو بتول، في مشاركة عقبنا. تشترك ماذا؟ في التجلي، لكن تختلف في مستوى التجلي. شنو معنى التجلي؟ الله عز وجل يتجلى، يعني يظهر. يظهر بماذا؟ بعظمته، بخلقه، بمخلوقاته. من أهم ما يتجلى الله عز وجل به لخلقه هي كتبه، كلماته. فالتوراة تجلي لله،
والإنجيل تجلي لله، الزبور تجلي لله، القرآن تجلي لله. يعبر الإمام الصادق عليه السلام: لقد تجلى الله لخلقه في قرآنه ولكنهم ماذا؟ لا يبصرون. لكن في وين يختلف؟ أن الله عز وجل تجلى في الكتب السماوية بالاسم العظيم، لكنه تجلى في القرآن بالاسم الأعظم. ما تقرؤون في دعاء هذه الليلة؟ وش يسمون دعاء هذه الليلة؟ ما سامعين عنه؟ دعاء التجلي الأعظم. اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم في هذه الليلة. التجلي الأعظم هو بالقرآن الكريم بأعلى مراتبه طبعا، المتجسمة في أهل البيت سلام الله عليهم. هذا المستوى الأول، المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن الكتب السماوية، الكتب السماوية جاءت ماذا؟ جاءت لمدة زمنية وانتهت. مستوى ماذا؟ مستوى الامتداد الزماني، الامتداد الزماني. أما القرآن جاء وانتهى لو جاء وباق. التوراة خلاص انتهى زمنها، الإنجيل انتهى زمنه، الزبور انتهى زمنه. أما القرآن، القرآن باق إلى متى؟ إلى متى باق القرآن؟ مو إلى يوم القيامة، إلى أبد الأبد، حتى عالم الجنة موجود القرآن. مستوى الامتداد الزماني. المستوى الثالث مستوى المتلقي، لأن الكتاب السماوي ينزل على عظمة ماذا؟ على عظمة المنزل إليه. إذا كان متلقي الصحف آدم وإدريس وشيخ، إذا كان متلقي التوراة موسى، متلقي الإنجيل عيسى، متلقي التوراة، متلقي الزبور داود، متلقي الصحف إبراهيم، فإن متلقي القرآن قلب محمد. أما المستوى الرابع، مستوى ماذا؟ مستوى السعة المعرفية. إذا كان التوراة والإنجيل ماذا؟ يضيء لنا مساحة خاصة. فالقرآن يضيء مساحة خاصة لو كل المساحات. ها؟ دخل جماعة، دخل جماعة على الإمام الباقر عليه السلام فقال لهم: ماذا يقول الشيعة في موسى وعيسى وعلي، من هو الأفضل؟ فقالوا: إنهم يقولون إن عليا، إن موسى وعيسى ماذا؟ أفضل. فقال: كيف يكون ذلك؟ إنه، يعني من هو؟ علي عليه السلام. إنه والله أعلم منهما، أعلم من موسى وعيسى. كيف؟ قال: إن الله عز وجل لما أعطى التوراة موسى قال: وكتبنا له في الألواح من كل موعظة. من تفيد شنو؟ تبعي. ولما جاء إلى النبي عيسى عليه السلام قال: لأبين لكم بعض الذي بعض. أما لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: وأنزلنا عليك، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا ولبعض، لكل شيء. ألستم تقولون أن علم محمد أودعه علي، وأين علم موسى وعيسى من علم محمد؟ علي أعلم منهما، لأنه وريث ماذا؟ وريث الخاتم الذي أوتي تبيان كل شيء. هذه نتيجة طبيعية رياضية. من هنا نعلم أن عظمة هذه الليلة ليست فقط في بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وإسرائه ومعراجه. علي حاضر حتى في الإسراء والمعراج، في الرواية أنه كلمه الله عز وجل بصوت علي. الله يخلق الصوت، يخلق الصوت،
يخلق الكلام، خلق له الكلام بماذا؟ بصوت علي عليه السلام. كان حاضرا في هذه المراتب الصعودية، كيف لا وهو نفس رسول الله بنص آية المباهلة: وأنفسنا وأنفسكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بمعارفه. إذا أردنا فعلا أن نقترن بهؤلاء العظماء، يجب أن نقوي علاقتنا بالقرآن الكريم، مو نقبل يوم القيامة ونحن هاجرين للقرآن، والرسول يضعنا في موقع الشكاية، وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل علاقتنا في أعظم عنفوانها مع الثقلين، مع كتاب الله وعترته، مع محمد وآل محمد. قسما بنور جبينك اللألائي، إذ لاح مثل الفلقة القمراء، قسما ببارقة العيون تبلورت فيها جمان دموعك الغراء، قسما بباسمة الشفاه توردت في الثغر مثل الوردة الحمراء، قسما بخديك وقد سطعت به شمس الهدى في قلب غار حراء، قسما بكفك حين حالت حين لاحت للدجى للناظرين كهالة بيضاء، قسما بإصبعك الشريف مؤشرا للبدر كي ينشق بالإيماء. قسما بآباء إليك تناسبوا متشرفين بوالد الآباء، قسما بسدرة منتهاك وقد غدت في عرسها في ليلة الإسراء، قسما بطوبى إذ تفرع نورها في الجنة بغصونها الخضراء، يا قاب قوسي الدنو وقربه، يا خاتم المعراج والعلياء، يا والد الأكوان في أفلاكها، يا والد الآباء والأبناء، بك قد تجلى الله جل جلاله فاندك قلب الطور في سيناء. شعراء قد ذهبت مذاهبهم بهم نحو الملوك، قصورهم قد يمموا، ضاعت قصائدهم على أعتابهم غاوين همهم أن ينعموا، عاشوا على قصع الملوك بمدحهم وفتات دنيا الظالمين يلملموا، لو يعلموا ما في المديح لأحمد والمرتضى من في الهدى متقدم، لسعوا إلى المدح الشريف تشرفا برؤوسهم إن لم يحرك مقدم. فإذا ابتدى بيت القصيد بمدحهم صلوا على الآل الهداة وسلموا.
لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي وقام قام وقام ما قام قوام بلا ضجر وصام ما صام صوام بلا كلل يكسو اليتامى من الديباج كلهم ويطعم الجائعين البر بالعسل وطار في الجو لا يأوي إلى أحد وغاص في البحر مأمونا من البلل ما كان عند الله يوم الحشر منتفعا إلا بحب أمير المؤمنين. ضاعت على باب الملوك قصائدي ورجعت مذموما بما كسبت يدي ووجدت شعري عند كل مغردي لما وقفت بباب آل محمد. ونختم بها مرة أخرى. إن كان للعذراء نور واحد فلفاطم من نورها 11. إن كان يوشع رد الشمس مغيبه فالشمس قد سجدت لحيدر إذ أمار. إن كان موسى شق بحرين بالعصا فمحمد بالأصبع شق القمر. اللهم صلي. ثالثا الله. أفضل الصلاة والسلام.